الثواب والعقاب، يمكن هالكلمتين بيختصروا نمط تعامل بأيادي النجاح على مستوى العائلة أو المدرسة أو الجامعة أو حتى العمل. فمن الطبيعي أنه يكون هناك رد فعل لأي فعل بيقوم فيه الإنسان. هون بيبرز أهمية التحفيز وتوصيله للشخص للاستمرار بتميزه ونجاحه، وبالتالي تطوره وتطوير محيطه. للحديث على هذا الموضوع أكثر، بصيرنا نرحب بالاستوديو بالدكتور إيهاب الجندي، مدير في إدارة الموارد البشرية. صباح الخير دكتور إيهاب. يا صباح الخيرات، يسعد صباحكم وصباح لكل سوريا إن شاء الله. أهلا وسهلا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك على الشاشة الأخبارية السورية. يا أهلا وسهلا. بالبداية خلينا نحكي عن مفهوم التحفيز، نعرفه أكثر للناس وقديش مهم فعلا اليوم مفهوم التحفيز بكل حياتنا، إن كان يمكن حياتنا الاجتماعية أو المهنية. حلو كثير. طبعا هو مفهوم حقيقة يمكن بده حلقات وبده أيام وشهور لحتى نحكي فيه، بس خلينا نبسطه بطريقة بسيطة كثير للجمهور مشان نحن نوصل. هي عبارة عن مفتاح لحتى يدخل على مثل ما بيقولوا على بوابة روحية خاصة فينا، بوابة قلبية تقدر تحفز أو تقدر تطلع الطاقات اللي هي موجودة داخل كل واحد فينا لحتى يقدر يترك بصمة ويعمل إنجاز بحياته. دائما التحفيز هو عبارة عن مفتاح. نحن كلياتنا عندنا طاقات رهيبة، عندنا شغلات مفهومات، عندنا روح رب العالمين أعطانا إياها، بس هي سبحان الله موجودة مكنونة جوا مثل ما بيقولوا، ولكن بدها المفتاح. فكل مرة بفتح أو بدها ريموت كنترول. تماما، أو ريموت كنترول. فأنا كل ما بدي أخذ شغلة بكس الكسب، فبحول على نقطة معينة بطلع هالموجة، بطلع هالطاقة المعينة اللي موجودة عندي. فبقدر أنا أشتغل على هذا الشيء بشكل كتير كويس، وأقدر أحفز حالي وطلع هالطاقة اللي جواتني لحتى أقدر يكون عندي مثل مثل ما بسموها البنزين تبع السيارة، إنه هذه بنزين الحياة، بنزين الروح اللي أنا بدي أقدر أشتغل فيها. فهي الطاقة الأساسية الكاملة اللي جواتنا اللي عم تطلع، ولكن بدها التحفيز اللي هي المفتاح أو ريموت كنترول مثل ما قالت. نعم. طيب اليوم قد ايه بيغيب التحفيز عن ذهننا أو بحياتنا اليومية أو بأي سلوك نحن بنقوم فيه، قد ايه بيغيب عننا شخصيا؟ يعني نحن يمكن أكثر العالم نطلب تحفيز ولكن نحن أصلا ما بنقدمه. صحيح صحيح. هلا خلينا نميز استاذ ليا على فكرتين اساسيتين، في شيء اسمه التحفيز باللاوعي، في شيء اسمه التحفيز بالوعي. هلا نحن باللاوعي في شغلات بنعملها بالتحفيز، بس مثل ما قلتي حضرتك ايام انه انا ما بشتغل بالتحفيز، ما بحفز حالي. لا، ايام مثلا انت بس بتشربي هيك فنجان قهوه على صوت فيروز مثل ما سمعنا اليوم الصبح، هذا نوع من التحفيز الخاص فينا، بس نحن ما بنحسه انه صار مثل شيء روتيني بحياتنا. فهذا بسموه الشغل باللاوعي. باللاوعي، التحفيز باللاوعي. طب كيف الانسان في يحفز حاله تماماً من الصبح؟ تماما، هون النقطه الاساسيه. خلينا نحكي امثله، خلينا نقول الامثله مثلا. هلا اول شيء قبل ما نقول مثال، خلينا نقول انه كل شخص عنده مفاتيح تحفيزيه خاصه فيه. في ناس بتحب مثلا الرواء، في ناس بتحب تقرا، في ناس بتحب مثلا مثل ما بيقولوا هالضوء الخافت مع مثلا جو حلو او موسيقى او كذا. كل واحد له شغله معينه. فهو بالبدايه لازم انا كل شخص يعرف هو شو طبيعته، شو هو بيحب. تمام. كل واحد، في ناس بتحب الرياضه، في ناس ما بتحب الرياضه، في ناس بتحب السباحه، في ناس بتحب كره القدم. يعني كل واحد له طبيعه خاصه فيه. ما فيني انا اعمم او اعطي امثله على كل الناس، بس ولكن الشيء الاساسي كل واحد فينا بيحب شيء معين، بيحسه هيك بيطلع له طاقته، بيرسم له ابتسامه باللاوعي مثل ما بيقولوا. هذا هو الاساس اللي بالنسبه لي. مثلا انا، مثلا انا من الشغلات اللي بتحفزني انه هو التواصل مع الجمهور مثلا عبر لقاءات هي تحفيزية أو لقاءات مثلا بالتنمية البشرية. فبحس حالي أنه قبل بنهار يعني شو الموضوع، بدنا نحفز، بدنا الناس عم تتفرج علينا. فبتحسي باللا شعور شو صار عندي، صار عندي شيء معين. فالنقطة الأساسية بدنا نحن ما نعيش اللا شعور، لا شعور بيمشي معنا باللا شعور أو باللاوعي. بس النقطة الأساسية لازم الأشخاص يقول أنا خلال فترة الأسبوع، فترة اليوم، في شيء بدي أعمله لحتى يعطيني الطاقة الإيجابية. بكرة أنا عندي مثلا لقاء أو عندي مثلا مشوار أو عندي شيء، بتلاقي باللاوعي صار يرتب أفكاره تحفيزية. فهون النقطة، نقطة إنه نحن نطلع اللاوعي لحتى نحطه بعقلنا مثل ما بيقولوا، يعني من الروم للرام مثل ما بيقولوا بالكمبيوتر، لحتى نقدر نشتغل عليه بسرعة ونطلع مثل ما بيقولوا حيثياته لحتى نقدر نحن نطبقه بشكل مباشر. نعم. طيب خلينا نحكي مثلا أهمية التحفيز بحياتنا، إن كان مثلا الاجتماعية، المهنية. يعني المحيط دائما بيكون عندك طاقة سلبية، نحن عم نحكي عن طاقة إيجابية لتحفيز الشخص إن كان بمكان عمله أو بحياته العادية اليومية. خلينا نحكي كيف ممكن من خلال التحفيز اليومي المستمر، لأنه اليوم صار أي شيء بتقوم فيه هو واجب عليك، يعني ما كلمة شكرا حتى ما بتسمع. صح. فينا نقول حقيقة نحن حقيقة أكثر طاقة محتاجينها هي الطاقة التحفيزية.
طاقه تحفيزيه منين بتجي؟ بتجي نحن اول شيء من ايماننا انه نحن لازم نعمل شيء بحياتنا، يكون عندنا هدف في حياتنا عم نشتغل عليه. اذا كان انا عندي هدف واضح بحياتي بيشتغل عليه، فمعناته انا بدي اسعى له. طيب هل انا كشخص اسعى لنفسي ولا كمان انا قاعد في مجتمع؟ هذا المفهوم حقيقه نحن غايب عن 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 يعني عن ادراكنا الخاص. كل واحد انا اللهم اني اسالك نفسي، بدي اروح على شغلي، بدي اخلص اموري كذا. بس هذا الموضوع اوكي، انا عملت تحفيز خاص فيني شخصيا، بس ولكن انا في عندي محيط لازم اتاثر فيه. ليش؟ يعني انا فعليا اذا ما نشرت هذه الثقافه فرح يجي حدا غيري ويأثر علي سلبيا مثل ما انت تفضلتي حضرتك. فنحن دائما في شيء اسمه الطاقه الايجابيه والطاقه للاسف الغير ايجابيه، رح نقولها ما رح نقول السلبيه. فهي الطاقه الغير ايجابيه للاسف في ظروف مختلفه، وضع بلد، وضع اجتماعي، وضع اسري، وضع كذا، كله عم بيأثر علينا. بس الفكره الاساسيه، فهذا الموضوع لازم نحن كثير ننتبه على موضوع انه لازم يكون هالطاقه التحفيزيه عند كل واحد فينا، مو بس ليعيشها، لحتى مثل ما يقول خلينا نقول يحمي نفسه من الطاقات الغير ايجابيه اللي عم تدخل فيه. فكل واحد اذا هو نشر بسموها الهاله او هاله التاثير او هاله الطاقه الايجابيه، فعليا بلا شعور بشي بصير، بصير نحن عم نطرد الشغلات الغير ايجابيه. مثل اللمبه البسيطه اياما، لمبه الموبايل بنكون مسكرين على حالنا الغرفه ما في ضوء، ضوء الموبايل لحاله بتلاقيه ضوء الغرفه. فنحن ما ليش خلينا نحن نكون نؤمن بهذا الموضوع قبل اي شيء، والوسائل مختلفه بس ضوء اللمبه هذا بيخفت احيانا بسبب المحيط. يعني انت قد ما نشرت مثلا وعطيت واشتغلت، المحيط بالمجمل هو رح ياثر علينا. فنحن شو احنا لازم نعمل؟ حلو كثير. بيكون عندي لمبه 20 واط بدي اقويها تصير 40 واط، بدها تصير 60 واط، بدها تصير 100 واط. قد ما كتر الظلام بده يكبر اللمبه، برد اللمبه العاديه. فنحن مشكلتنا لمبتنا الداخليه هي لازم تقوى. في اشخاص مثلا بيسالوني انه مثلا انا كثير بمحيطي في اشخاص حقيقه مؤثرين غير ايجابيا او سلبيا، بقول له ببساطه، قال لي اخي بدي ابعد عنه. لا 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 ابدا، ببساطه ضوء الشمس وضوء القمر الهاله، مين بده يضغط على الثاني؟ انت بس انت قوي حالك. وللعلم اكثر الدراسات بتقول ما ضلينا حتى بالتنميه البشريه ما ضلينا نقول انه عندك نقاط الضعف اشتغل عليها، نحن بنشتغل عليها، بس الاهم عزز نقاط القوه. يعني من ضخامه القوه عم نغطي على نقاط الضعف الموجوده عندنا. نعم دكتور ايهاب، يمكن دائما كل شخص عنده هذا الشيء التحفيز اللي داخله، ان كان لنفسه وان كان للاخرين، بس يعني ما رح نتخبى وراء اثباتنا. يمكن هذا بسبب الظروف، هذا التحفيز عم يكون مؤقتي. صحيح. او يمكن تركز عليه فتره ويرجع تلتهي بتفاصيل الحياه. هون التحفيز المؤقتي رح يكون مضر، او كيف فينا هو نخليه شوي شوي هذا التحفيز هو نمتلكه دائما؟ حلو سؤال، حقيقه كثير مهم وبنسال كثير فيه. اول نقطه، نحن لازم نقول انه في عنا تحفيز مؤقت وتحفيز دائم. تحفيز المؤقت مثل بقول الخبز اليومي، نحن ما فينا مثلا ما ناكل ونشرب وكذا والى اخره، بس هل هذا رح يعطينا صحه؟ اكيد لا، في شيء لقدام، الصحه بدها تاخذ مجال كثير كبير. ونفس الشيء موضوع التحفيز، نحن نتعرض يوميا لامور كثير ممكن تاثر علينا بشكل غير ايجابي. فالفكره الاساسيه نحن لازم كاشخاص دائما نخلي هذا التحفيز لو مؤقت. يعني بيقول لك اخي خلينا نطلع مشوار، لك يا اخي بدنا نرجع للنكاد، لك يا اخي طب عيش هالساعه. معلش خلينا نطلعه هالساعه. احنا للاسف دائما احنا بانفسنا عم نحط حالنا بقوقعه مثل ما بيقولوا السلبيه. يعني انا بقول لهم انجاز، بما انك عم تفيق كل يوم وتروح على الشغل بدون هي الظروف، هي لحالها طاقه تحفيزيه. عن جد يعني الشوارع بتطلع هيك، مدننا بتاخذ العقل، هذا تحفيز كثير كبير. فالنقطه الاساسيه نحن اول شيء اي فرصه لنحفز حالنا، رجاء لكل المشاهدين ما حدا يروح من ايده، خلينا ننبسط، خلينا نحس بسعاده، خلينا نحس بطاقه ايجابيه. صدقوني في اشخاص كثير من كلمه واحده، من موقف واحد، من 10 دقائق، من ربع ساعه، تغيرت حياتهم بشكل كثير كبير. ما نستقل بهذا الموضوع. طب نحن دكتور كيف فينا نكون مصدر تحفيز للاخرين؟ حلو كتير. خلينا دائما نحكي ضمن امثله. يعني حلو، خلينا نحن نحكي مثل اقول مثال حي. تمام. طيب نجي اول شيء نطلع هيك، نحن اول شيء لازم نؤمن ب يعني قدراتنا الذاتيه. تمام. انا قدراتي الذاتيه انه انا شخص مثلا عندي شغله انا عملته وبعتز فيها. هلا مثل حضراتكم، نحن الاعلام السوري هو اعلام بصراحه عم بينتشر وقدر يوقف وقدر يعطي بصمه كثير كبيره بهالازمه السوريه. طب هذا الشيء قديش نحن مفتخر فيه. حضراتكم رحتوا غطيتوا باماكن بصراحه كثير كانت حلوه، اخر تغطيه كانت في حلب شغله كانت كثير حلوه.
شيء حسينا انه نحن مثل ما بيقولوا حتى انتم قديش تعبتوا وسافرتوا كذا حسيتوا بطعم سعاده. هاي طعمه السعاده هي نحن لازم نطلعها، لازم ننشرها. بس بنرجع بنقول يا الله قديش تعبنا، بس قديش نحن مبسوطين، حسينا حالنا انه عم ننجز. بس انا بدي اتكلم، خلينا نحكي. نحن مشكلتنا بنعمل شغله حلوه بس ما بنحكي. صح. يا ناس شو بيقولوا اخي مشان ما نشوف حالنا؟ لا احكوا بس بطريقه. نحن بنحكي يا جماعه اليوم صار معي شغله ايجابيه، بس نحن نضل نحكي. اول شيء بتبلش بالكلمه سمع. يعني خلينا نحكي دائما بحوار ايجابي. اليوم شو عملنا؟ ايام مثلا الاهالي هي شغله حلوه، احد الابهات قال انا كل يوم بجمع اولادي، شو عمل اليوم شيء حلو؟ ما بيقول لهم شو صار. شو اليوم عملنا انجازات؟ دائما هالكلمه بيزرعها جواتهم. تمام، شو عملت اليوم؟ بابا اليوم انا اخذت بالمذاكره 10 من 10. انا بكون طالب صف اول وصف ثاني ما هو شيء، برافو حلو كثير، شو عملنا كذا؟ اليوم ساعدت ماما بالبيت. فدائما هالكلام والكلمه والمعامله يعني تماماً. الحديث له تاثير كثير كبير بالتعاطي مع الاخرين. الفكره الاساسيه هاي النقطه، نحن بضل السمع تبعنا نسمع كلمات ايجابيه، نقطه كثير مهمه. حتى لو نحن كنا عايشين بحقيقه ممكن بمشكله بضغط. او بضغط نفسي او كذا، بس ما في مانع رسم الابتسامه حتى لو كانت هي مانع حقيقيه من القلب. بس باللا شعور احد المدربين حكى لنا شغله انه باللا شعور اذا انت بترسم ابتسامه، لو مثل ما بيقولوا ابتسامه هي مو من القلب بس بكره بتتعود عليها، بتلاقي يعني انه هالعضلات تشنجت وضل هيك تعطيك الابتسامه العاديه. نحن بالصباحي دائما دائما ابتسامين. بس انتم ما شاء الله قبل الهوا بعد الهوا. تسلم دكتور. طيب بالحياه المهنيه فينا نقول التحفيز قديش بيلعب دور باستمرارك بالعمل؟ يعني دائما مثلا في مجهود كثير كبير ان كان جسدي او نفسي يستهلك يوميا. صحيح. يعني انت جهازك اذا بدنا نقول للنفسي والعصبي نوعا ما بيكون مستهلك، كيف فيني انا احفز نفسي بمكان العمل، خصوصا كمان حتى بمكان العمل في طاقه سلبيه في. صحيح. محيط المشكله، المحيط اللي حتى لو انجزت بيحاول يكسر من مقاديفك بالعاميه اذا بدنا نحكيها، يعني ما بيأرجيك انه انت عملت انجاز مهم. صحيح. وهذا كلياتنا عشناه، يعني كل واحد فينا، كل واحد اشتغل بحياته الا ما عاش هذه اللحظه. بالبدايه اول شيء بدنا نفهم شغله انه كل شخص ناجح اكيد بده ينحط بهذا الشيء. فنحن مفهومنا انه خلص انا ناجح معناتها جهز حالك مثل ما بيقولوا. هي واحد. اثنين، الشغله الثانيه شيء بيقع على عاتق كل واحد فينا، نحن لازم نحط هدف لننمي نفسنا. يعني مثلا انا بتطلع اليوم انا بسنه 2018 باول 2019 انا وين المكان رح اكون؟ على مستوى الخبرات، على مستوى الانجازات، شو بدي اعمل؟ مثلا حضراتكم مثلا على مستوى الاذاعه والتلفزيون والمعدات واللي بيقدموا بالبرامج. طيب النكست ستيب بالنسبه لي شو لازم اعمل؟ صار عندي حضوري، صار عندي خبرتي، صار عندي كذا. طب شو النقطه الاساسيه؟ انا بس حط هدف بشوفه واحلمه كل يوم. هاي نقطه كثير مهمه. نحن ما بنستخدم الاحلام اليقظه غير انه فقت صار معي مليون ليره، لا في احلام ثانيه هي اللي بتجيب بصراحه المليون ليره الشغلات الثانيه. يعني فالفكرة الأساسية إنه أنا دائما أعيش الحلم. هي بكل كتب التنمية البشرية بيقول لك حط الهدف تبعك ضروري وعيشه. الشغلة الثانية، في شغلات بصراحة بتنعمل دائما بشركات الحقيقة اللي بسموها الشركات الستاندردز، بيقولوا إنه لازم كل شخص فينا يعمل شيء اسمه خطة تنمية بشرية خاصة مهنيا. شو المقصود فيها؟ مثلا نقول إنه مثلا شخص عم يشتغل مثلا مندوب توزيع، نفترض إنه هو بعد سنتين شو بده يصير؟ بيصير مثلا مشرف توزيع، بعد بسنتين رح يصير مدير مبيعات. طيب حلو كتير، انا بعد 4 سنين بدي يصير مدير مبيعات، بحلم بتطلع هيك، شو الشغلات اللي لازم تكون انا مدير مبيعات ناجح؟ كذا شغله، بلش بحط خطه خلال هال4 سنوات انه هدول كم شغله اللي بدي اياهم اتملكهم. فانا بس بشوف انه كل مره عم بحقق جزء تجاه الطموح اللي انا بدي فيه، فبلاقي بالله شو عم بيصير فيني؟ عم بيصير عندي طاقه ايجابيه دائما. قطعت اول مرحله، ثاني مرحله، ثالث مرحله. وبصراحه التشبيه هو يعني ما كثير انا بحب اضربه، بس مين كيف اللي بيلعب الالعاب الاتاري؟ خلصت اول مرحله وثاني مرحله وثالث، فبصير عم يتحفز انه يلا بدي بلش. هن اشتغلوا على موضوع التحفيز الداخلي هذول الاشخاص. فنحن بالحاله المهنيه لازم اشتغل بتصور انه انا بعدين شو بدي يصير لحتى اشتغل على هذا الموضوع. نعم، ان شاء الله يا رب دائما التحفيز الايجابي يكون بداخل كل حدا ويقدمه اكيد لكل حدا اكيد بحاجه لاي نوع من التحفيز للنجاح بالحياه. شكرا كثير لك دكتور ايهاب. شكرا لحضراتكم وصباحكم سوري. شكرا لك دكتور ايهاب الجندي، مدير في اداره الموارد البشريه، شكرا على وجودك معنا. يا اهلا وسهلا.